انا المسؤول وانتم ضحكوا تيجي واحد اخر. لا واش دورنا حنا نضحكوا؟ صافي لا لا ميرسي. السلام عليكم. ولكن انا مآمن بآمن بالعمل ديالي ومآمن بالله سبحانه وتعالى وغنستمر بالعمل ديالي ما غنغير حتى شي حاجه. شكرا وانا عارف وكنشكركم على المسانده ديالكم. تنشكركم شكرا. لا بصح دوك الصح كنحسبك صاحب انا. لا بالعكس اش اللي بغيت نقول؟ لا بالعكس لا بالعكس انا 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 ما هضرتش عليكم نتوما. وانا انا 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 شوف الناخب الوطني الوحيد. انا هضرت على حاجه. الناخب الوطني الوحيد اللي كيطلب انه يتكلم مع الصحافه. انا مازال قلت لهم يجيو الحصص التدريبيه ويحضروا ليها ونديروا التقييم ديالنا يكون هكا ونبنيو عليه. اجيو مرحبا بكم. انا بيت من زجاج مرحبا بكم. وانا طلبتها من الجامعه خلينا نفتحوا للناس يجيو يشوفوا لنا كيفاش كنخدموا. ولا لا دنيا وكانوا ديما تيحضروا معنا فتحنا لهم. لا ما نجاوبش على الاسئله. انا غير حاجه وحده حاجه وحده كي هي تري امبورطون كما تنقول دائما بالنسبه لي انا راه فاتح البيت من زجاج وغنصم هذا. ولكن اللي كيعزني في الامر هي كاين زملاء في المهنه اللي كيخولوا لهم نفسهم باش يبقاو يديروا تحاليل ولكن ما عاشوش المستوى العالي. فهمتيني المستوى العالي راه عنده القياسات ديالو باش تعرفوا. راه ساهله باش كنكون وراء ها الجزيره الرياضيه ولا كنكون في ها انا في راديو مارس ولا كنمشي للرياضيه ولا كنمشي هذا وكنجلس ولا نمشي للميديا ولا نمشي هذا وكنجلس مور هذا وكنبقى كنحلل كنيدير كيدخل هذا علاش هاد التشكيله علاش هذا ساهله. يلا فاصل. لا 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 كنهضر السي رشيد. السي رشيد لا المستقبل واش عجبكم؟ صافي 100% النواه حنا فرحانين النواه المستقبل موجوده. فهمتيني انا قلتها دائما كنمشي ماشي كندير باش البال كنمشي من اقوال الذكر الحكيم وقالوا ربنا افرغ علينا صبرا الا ما تحينش بالصبر غادي نوصلوا شي حاجه. ورا الصبر راه الله يكمل بخير. ربنا ثبت اقدامنا خصنا نكونوا ثابتين. هذا كنا ثابتين في الارض علاش هادو راه الله سبحانه وتعالى كيقول ثابتين وعارفين المشوار غادي نسولك. ربنا فانصرنا على القوم الكافرين لانه اي واحد تيكون تيشق واحد الطريق وتيخدم اكيد تيلقى عنده حسد. انا البارح غير في الجمعه يمكن في الدعوات ديال المساجد كلها ديال المغرب كل المشكلات هذا اللي كان الخطيب كيتعطى اياك والحسد والتكبر. حنا خصنا نبقاو متواضعين وهذا في الارض رجلينا ولكن عاوتاني ما حسوش بعضنا. ولكن هذه المهنه فيها الحسد فهمتيني. ولكن نصر القادم فهزمهم باذن الله وسوف نهزم باذن الله ان شاء الله بحول الله قوته.